اسمه ايه الراجل ده؟ ويليام تندل. هو كان بيترجم الكتاب للغة الايه؟ باللغة الانجليزية. طب البلد كانت مرحبة بكده ولا لأ؟ لا. وكانت الكنيسة كمان بتعمل حاجات غلط ما يحبهاش ربنا، وكانت بتمنع الكتاب. تخيلي يا ماما، كنيسة وتمنع الكتاب، ده برضو ينفع؟ وبعديها ملك انجلترا، قصدي لا، بعديها ملك انجلترا قال لحراسه، ملك انجلترا اللي يبقى معاه الكتاب احرقوه بالنار. جه يشوف البيت، شاف واحد بيتبع الكتاب باللغة الإنجليزية. انت شرب تاني يا مرتي من تحت. اوكي. راح هو ده حارس، قال له مين اللي عمل كده؟ قال له ويليام تندل. فويليام تندل كان واحد معاه، قال له مش هينفع ننسى ولا ورقة، وراح جري وجريوا قعدوا يجروا وراهم لحد لما هما وصلوا للسفينة فيها ناس مسيحية. اما بعديها كان هما برضه عندهم الكتاب، كان عشان يبقى هربوه لبلاد، كانوا يحطوه في اكياس الفواكه اللي بيحطوها في الماء. وبعديها راح حط فتن عليه. فتن يا راح هرب. بعديها راح عند واحد يتعشى، حكوا مع بعض. وبعديها قال له على فكرة الفلاح، ماما الكلمة دي لازم تحفظيها، تبيعه في ورقة فعلا محفظيها، الفلاح اللي في الحقل بيعرف الكتاب اكتر ما انتوا بتعرف. تخيلوا يعني الفلاح ما بيفهمش الا في المزارع، ومسيحي وبيعمل حاجات حلوة، يبقى الفلاح احلى ولا الناس اللي في البلد اللي بيعملوا حاجات وحشه بقى وكده؟ قالك زي ايه؟ زي قصه الغني والفقير. صح، الغني بقى ما حدش يقدر يكلمه وعمل اي حاجه، والفقير اي واحد يقدر يعمله اي حاجه، بس هو بسيط وبيعمل حاجات حلوه، بني الاحلى الفقير ولا الغني؟ شفتي لسه مخلصتش. قال له انت بوظت العشاء بتاعي. تخيل كلمة الحلوة دي بوظت عشاء. تخيل. وبعديها ملك انجلترا، تخيل، مسك الكتاب المقدس وقفه وقايل اللي تشوفه معاه الكتاب دوت جبوه، و رماه في النار الكتاب المقدس، وقال هيتحرق. بعديها قالك اللي حصل، مسكوا ويليام تندل خربتوه على خشبة، قالوا تكوني فاكرة موتوه بصفة واحدة، جابوا خشبة فيها نار وحرقوه. راح مات ويليام تندل، بس قبل لما يحرقوه يعني طبعا عارفة يعني كل واحد بيقدموه او بيعملوا حاجة بيخلوه يقول كلمته الاخيرة، قال يا رب ارفع عين، ولا ارفع عين، افتح عين ملك انجلترا. بعد حرقوه مات. قالك بعديها حصل ايه؟ ملك انجلترا انتك الكتاب باللغة، او خلى الكتاب يترجم باللغة الانجليزية، وكمان كان مكتوب في الكتاب ان في واحد
ضحى بحياته بس عشان يكون الكتاب دوت موجود. تخيلي يعني لو لان ويليام تندل مات كان دلوقتي مفيش حاجة اسمها كتاب مقدس. يا رب رائع.